خوتنا الاعزاء السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه جديده. نتمنى تكونوا بخير. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم معنا في هذه القناه المتواضعه. في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا اول فيديو اللي نشوفوا فيه عمي تبون والخطاب الاخير اللي دار. صراحه عمي تبون اللي ولا غير كيخرج ويدخل في الهضره. ما نطولش عليكم اصدقائي الاعزاء، نتمنى تعطوني الاراء ديالكم في قناه التعليقات. ما تبخلوش علينا باللايك، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربه. صنعنا اللقاح لنفوسنا، حنا من دول القلائل اللي صنعنا الفاكسان تاعنا تاع الكوفيد. هذه كلها عطلت، ما كفاهمش، شعلوا النار في البلاد. في 2021 آلاف الحرائق في نفس الوقت، وننحني بإجلال أمام الضحايا تاع الحرائق، مدنيين او عسكريين، لان فقدنا فيها ما يقارب كذلك 80 جندي اللي كانوا يساعدوا في اطفاء النار الى اخره. كلها بفعل فاعل، لان كان تقرر شهرين قبل ولا في دوله من الدول معروفه بالعداء نتاعها لنا ان الجزائر في الصيف هذا ستحترق. كيف ما سمعتوا اصدقائي العزاز، عمي تبون قال لك بان الجزائر صنعت اللقاح ديال كورونا. هنا باش كنعرفوا بان عمي تبون اكبر كذاب، وفي نفس الوقت كيرجع كيتساهم المغرب. واحترقت حقيقة، ولكن ما سمحناش للمواطنين تاعنا اللي طلب العلاج لخارج، بعثناه للخارج، اللي عوضنا لهم في ظرف 20 يوم شهر، أقصاها شهر، عوضنا للناس كلهم الممتلكات تاعهم اللي ضاعت والمواشي مانيش نمن على الناس اللي عوضنا لهم، ولكن كما قلت هذه نذكر فقط، نذكر يعني سنتين أولتين كيفاش عشناها. يصعب في ظروف مثل هذه باش تتطرق للملفات الكبرى ولا إلى آخره. إذن وصلنا الحمد لله، وصلنا ما رغم هذا لاستعادة القوة المالية للبلاد، وكل الناس كانت آنذاك متيقنة أن الجزائر ستذهب إلى صندوق النقد الدولي للاستدانة. والاستدانة معناها أن الجزائر باش تتخلى على فلسطين، وباش تتخلى على الصحراء الغربية، وتتخلى على نصرة الضعيف. ما كتعرفوا انتخابات قربت، وعمي تبون خارج بهذا الخطاب كيبردع الشعب الجزائري، وكيرجع دائما خاصو يهضر على المغرب، لأن المغرب عقدة بالنسبة للنظام الجزائري، لأن المستدان ما عندوش حق في الكلام. وجدنا الخزينة تاع الدولة في أدنى حد، ونذكر أن آنذاك كنا وصلنا إلى 60 مليار دولار استيراد سنويا، و ما كان عندنا إلا 47 مليار، يعني باش نمشوا بها سنة 2020. وكل الناس كانت تتكهن أنا خلال سنة 2020 أقصاها بداية 21 نمشوا، ما مشيناش، ودخلنا في سياسة نقدية ذاتية اللي خلات البلاد تسترجع الصحة نتاعها من ناحية العملة الصعبة. والحمد لله عوض ما تقلص زادت، بدون ما نخلي المواطن يشعر بأي نقص في أي مادة من المواد. هذه بصفة عامة العهد. صراحة عمي تبون والله إلا موفر للشعب الجزائري كل شيء، زعما راه ما كاين لا طوابير لا على الزيت ولا على الماء ولا على الدقيق، فصراحة يستاهل ولاية أخرى. هذا اللي كلفتوني بها، وكان لي الشرف أنني نلت الثقة نتاعكم لتسيير هذه العهدة على مستوى الاقتصاد، وعلى مستوى هيبة الدولة، وعلى مستوى استقامة الدولة. اليوم باقي لي إلا، وربما هذه شطر ثاني من تدخل تاعي يكون في مداخلات أخرى إن شاء الله، مواصلة كل ما قمنا به من ناحية في الناحية الاقتصادية والمالية، من ناحية الشباب، من ناحية الأمور الاجتماعية،
بغيت نوصل واحد الرساله للشعب الجزائري، خاصكم تصوتوا على عمي تبون العهده ثانيه، لانه كيستاهل باش يكون رئيس للجزائر، لانه خدام وموفر للشعب الجزائري كل شيء، ولكن دوله واحده اللي مرضى تعمي تبون وهي المملكه المغربيه الشريفه. دابا اصدقائي الاعزاء غادي ندوزو نشوفوا واحد مقطع اخر ديال واحد جزائريه اللي كتقول عندنا ازمه رجال في الجزائر. شبيبة السلام عليكم، بغيت نسقسيكم رجال تاع البلاد، راكم هكا تاع وخرم الطريق دايريني هاك، اللي متزوجين اللي مطلقين اللي بغيت نسقسيكم كيسيون واحده، مالكم شراكم تاكلوا هنا في البلاد؟ شتي الحاجه تطلعكم الراس، وليتو تشوفوا المراه الراجل راكم تلفوا الراجل بالمراه، مالكم شكاين؟ باش ماكمش تشبعوا اخي النساء ممكن ان كونتيتي لي كاليتي كي دايرين انا كي دايره خاصكم حاسين رواحكم، روحوا عبدوا رواحكم، تبغوا تحوسوا علينا حنايا النساء من بعد مورانا في لي ميساج وتحوسوا على خلونا الحبابة كنكون كبر على صوري هادو، انا كي قلت لكم الرجال ما بقاش عشان الناس الزينه راكم عارفين موت عليكم وبركوا المشكلات وراكم تاكلوا شي صوالح اللي راهي خبط لكم لي فيزي على بالكم، الله يهديكم قسما بالله بالك وديدو الدراغون يديرو بيا باسكو انا راني نشوف شنو راكم ديرو موراه، راني نقرا في لي ميساج راكم تيبوهم راكم عارفين لمان والله ما كذبت عليهم، كاينه ازمه رجال في الجزائر. دابا اصدقائي الاعزاء غادي ندوزو نشوفو اخر فيديو. انا ما نتزوجش بتزيري، انا ماني ما ندير به متالي نزيري ما نتزوجش به، يقعد غير هو. لو كان يخيروك بين انك تتزوجي بواحد تزيري ولا واحد سوري شكون تخيري؟ سوري. علاش؟ ايوا تزيري وراهي لافينير تاع تزيري، كاش واحد عنده الوقت لنا فيه لافينير؟ سوري معليش ما قريتو السوري يقيم المراه يحوس عليها يحبها مام كيجي معاها دا يقعد يحبها، تزيري ما كاش اي تزوج بيها من بعد يقعد 15 يوم برا هامل مع انسان نشوفو فيهم سي لوجيك راني برا انا ونعرف تماني عايشه برا وندور منا ونعرف، تزوج بيها يخليها في الدار ويهمل مع واحد اخرى منا ما عندوش لافينير تعيط له تقول له الو وي خسلي كوش ليكوش دايما ليكوش دايما فهمتني، با اكزوم ماكله منا يخلي مرتو للشري وكل طفله واحد اخرى فهمتني، يشري زعما تبياش اللي هو لواحد اخرى مرتو يضيح، انا ما نتزوجش بتزيري انا ماني ما ندير به متالي نتزيري ما نتزوجش به، يقعد غير هو شتا انا يقول لي يعطيني مليار وما نتزوجش به باسكو ما عندوش لافينير، كش وحده راهي مهنيه في دار الاخرى فيهم راميها راجلها في الدار وهو راه هامل برا مع نسا كيعيط لها يقول راني مع صاحبي راني هنا دوك نجي ويا يا خلاص دوك فهمتني هيا خلاص بلا عقل تهلا في روحك زيد قول له تهلا في روحك وبالك على روحك، هو راه مع الطفل كي كوبي يقعد يضحك على مرتو فهمتني، سوري يمشي ديريكت ويخاف ربي. كيف ما شفتوا مع الاصدقاء الاعزاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم، شكرا لكم بزاف سمحوا لنا كنا طولنا عليكم، الناس اللي باقي ما شاركوش معنا مرحبا بكم شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه، ما نطولش عليكم غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله، ديما مغرب والسلام عليكم.